من بلاغة القرآن الكريم التفريق بين لفظ امرأة وزوج. قال ابن القيم يرحمه الله تعالى ويغفر لنا: لما كانت امرأة نوح وامرأة لوط مشركتين أوقع الله عليهما اسم المرأة، فقال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ولما كان فرعون كافرا وامرأته مؤمنة لم يسمها زوجا له، فقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. وقال في حق آدم: اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أحللنا لك أزواجك. وقال في حق المؤمنين في الجنة: ولهم فيها أزواج مطهرة. وقالت طائفة منهم السهيلي: إنما لم يقل في حق هؤلاء الأزواج لأنهن لسن بأزواج لرجالهن في الآخرة، ولأن التزويج حلية شرعية وهو من أمر الدين، فجرد الكافرة منه كما جرد منها امرأة نوح وامرأة لوط. أما قوله تعالى في زوج إبراهيم وزكريا عليهما السلام، حيث قال زكريا: وكانت امرأتي عاقرا. وقال في حق إبراهيم: فأقبلت امرأته في صرة. وقال: وامرأته قائمة فضحكت. فقال السهيلي: إن ذكر المرأة هنا أليق، لأنه في سياق الحمل والولادة والحيض، فذكر المرأة أولى به، لأن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل والوضع والحيض، لا من حيث كانت زوجا. وقال الشيخ محمد بن طه مرسي يغفر الله له: أما قول الله تعالى: يا نساء النبي، فلأن الأمر كان لهن بالالتزام، فإذا لم تلتزم واحدة منهن بالأمر فلن تصبح زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، فلأنه تعالى لما ذكر التسريح والمتعة ذكر لفظ الأزواج، لأن الطلاق والمتعة لا يقعان إلا على من كانت زوجة. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فذكر لفظ نساء لأن المقام مقام أمر وزجر، فمن لم تلتزم منهن لن تكون زوجة لبعلها في الآخرة. وكذلك لم يقل لأزواج المؤمنين هنا، حتى يخص ذلك الحكم النساء، لأن لفظ زوج يطلق على الرجل والمرأة، فكلاهما زوج للآخر. وكذلك حينما قال الله تعالى: يا نساء النبي، ولم يقل يا أزواج النبي، فلأن المقام هنا كان مقام أمر، فمن لم تلتزم منهن لم تصبح زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا من أمهات المؤمنين. والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم.